غزة طبعا دلوقتي هي ببساطة أطول حرب عربية إسرائيلية متصلة في أيام. المثير في ظاهرة هذه الحرب أن الطرف العربي فيها ليس جيشا لأي دولة عربية، هو فصائل مقاومة فلسطينية، وأبدت درجة من الإبداع والأداء القتالي المذهل. لم تعد القضية فقط في حركة وتيار المقاومة من نوع مختلف الذي بدأ في جنوب لبنان وداخلا إلى أعماق فلسطين، لم تعد المسألة أنها مقارعة بين أرقى قيمة إنسانية وأرقى قيمة تكنولوجية يملكها العدو أمريكا أو إسرائيل. نعم. أرقى قيمة إنسانية ودول المعايير المزدوجة، دول الغرب جميعا مقصود بها الحد الاستشهادي. يعني تطورت هذه الظاهرة، ظاهرة المقاومة من نوع مختلف الآن، بحيث الحس الاستشهادي نجح في اكتساب قيم تكنولوجية مضافة، ليست طبعا في مستوى القيم التكنولوجية لدى العدو، لكنها قادرة على تحديه. ومن هنا اجتماع عقيدة القتال بحيث الاستشهاد، ثم أداء القتال وفنونه الأحدث، ثم التصنيع الذاتي لأسلحة القتال. نعم. من هنا هذه الظاهرة أنا أعتقد هي ما تفسر، سواء أسمينا ما يجري في غزة حرب غير متناظرة أو حرب متحركة، إنما في النهاية مذهل جدا هذا الصمود الذي أبدته غزة. غزة كشعب، جرائم الإبادة الجماعية التي تجري في غزة لم تشهد مثلها أي منطقة في العالم أو أي شعب في العالم. هذا الصمود الأسطوري المذهل اللي جعلني غير مرة يعني أصف الشعب الفلسطيني ليس بالمعنى الديني بل بالمعنى التاريخي أنه شعب الله المختار. نعم. وهنا بواقع التاريخ الجاري.